الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، حياكم الله. ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي بنسبة 93% على حساب المبيعات النقدية لتصل إلى 210 ملايين دولار. وذكر مصدر مالي أن البنك المركزي باع خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 225 مليون و 962 ألفا و 123 دولارا، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي. ضبطت هيئة النزاهة في البصرة عمليات فساد في منفذ صفوان والتسجيل العقاري ودائرة الضريبة. وأفادت هيئة النزاهة أن التفتيش كشف شبكة تهريب السيارات من منفذ صفوان الحدودي، حيث تم ضبط 3 أشخاص وسبع سيارات مختلفة الأنواع، كما كشف عن تجاوز عقاري يبلغ مساحته 130 دونما، حيث خطط المتجاوز لإقامة جامعة على الموقع الذي يحمل أهمية تجارية في مركز المحافظة. وفي سياق آخر، تم ضبط معاملات غير قانونية قام بها معقبون في دائرة الضريبة. قال عضو اللجنة المالية البرلمانية جمال كوتشر إن استحصال الضرائب من الشركات الأجنبية العاملة في العراق يحقق واردات سنوية لخزينة الدولة، لكن هذه الواردات لا تسد شيئا مهما من الصرفيات المرتفعة في الموازنة. وأضاف أنه يجب على الجهات الرقابية من ديوان الرقابة المالية وغيرها متابعة ملف استحصال الضرائب من الشركات الأجنبية. أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورجيفا أن التأثيرات العميقة للحرب الإسرائيلية على غزة ستتجلى في اقتصاد غزة المدمر. وأوضحت غورجيفا أن الاقتصاد الإسرائيلي لن يسلم من تداعيات هذه الحرب، على اعتبار أن 8% من اليد العاملة داخل الكيان المحتل التحقوا بالجيش. كما بيّنت أن لبنان ومصر والأردن ستتأثر أيضاً اقتصادياً جراء الحرب على غزة. خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام والعام المقبل للدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو. وقالت المفوضية في تقرير لها إنها خفضت توقعات لعام 2023 إلى 0.6 من 0.8% وإلى 1.2% من 1.3% للعام المقبل. ووفقا لوكالة أسوشيتد بريس، فإن توقعات النمو المتواضعة هذه عرضة للمخاطر الناجمة عن حرب روسيا المستمرة ضد أوكرانيا والحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن. ختام الموجز، إلى اللقاء.